ان فريق الوداد البيضاوي كانت عنده خساره في ماتش ليه السابق ضد فريق الجيش الملكي، كانوا ناويين باش ينتصروا اليوم. احنا جينا احنا كنا عازمين باش ناخذوا طوابقنا ديالنا باش نفرحوا الجماهير الشبابيه. الحمد لله هادشي اللي تاثر لنا. كانت مباراه صعيبه صراحه لاننا كنا لاعبين ضد فريق كبير اللي هو فريق الوداد البيضاوي اللي معروف بالجمهور الكبير ديالو معروف بالجمهور الكبير ديالو ولا في الصعيد الوطني ولا الصعيد الافريقي ولا العالمي. الحمد لله راه اي واحد كيتمنى يلعب هذا الماتش يكون مزيان، وداك الشيء اللي تاثرنا اليوم الحمد لله خدينا 3 بوان وكان هذه هو الجماهير الشبابيه. سفيان، السنه الماضيه قال وليد الركرابي انك درتي مباراه ديال العمر، اليوم شفناك انك متالق في المباراه هذه، واش التالق يعني راجع انك لاعب مع الوداد ولا ديما سفيان؟ هي من واحد الناحيه عاوتاني ملي كتكون لاعب ضد فريق كبير فكتكون بلي كونسونتري، كتوجد ليه مزيان لانك لاعب ضد لعابه مزيانين، ضد جمهور كبير، ضد الدوله. والحمد لله جينا مكونسونترين، كنا عازمين باش نكونوا حنا يد في يد وكل واحد يبين على المستوى ديالو، وداك الشيء اللي ظهر في التيران وخرجنا ناصحين الحمد لله. بعد الانتصار باش تكون عند الجماهير كنوعدهم ان شاء الله باننا راه غادي نزيدوا ان شاء الله نكتفوا المجهودات ديالنا باش نرضيوهم، لاننا كنزلنا واحد المرحله الفراغ اللي ماشي في مصلحتنا، ودابا الحمد لله رجعنا للانتصارات ونتمنى ان شاء الله نحققوا انتصارات قريب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.